هي دي بقى النقطة اللي هنروح للسؤال اللي كان بتاع كريم لحضرتك اللي احنا طلعنا منه فاصل عشان ما ننساش النقطة دي. ده احنا تحليلنا ورؤيتنا للهدف اللي احنا فزنا بيه. على الصعيد الآخر السنغال والصحف هناك بترى ان الجول ده كان خطأ، في خطأ تحكيمي، وزي كنت بقول لحضرتك كان في لمسة يد من قبل مصطفى محمد ولم تحسب وحاجات زي كده اتقالت، فبرضه ردك على ده ايه؟ طب نشوف المجمل الأحداث في الملعب والرزالات لاعبي منتخب السنغال وشراستهم والمجمل بيقول ان الحكم كان ضدنا على طول الطريق، ولو حد يعني من عندنا صغر بس ولا طول في نظره لعيب السنغال بالظبط يعني طب بالمناسبه استاذ سامي وضعناه في نهائي افريقيا برضه. حلو، انا عايز بس اسالك على تفصيله برضو متعلقه بالنقطه دي، هو ليه الموضوع ده بقى متكرر؟ ليه بقى من ضمن الحسابات اللي بقت مطلوبه من الجهاز الفني كيروش والمعاونين ان هم كمان يخططوا هيتعاملوا ازاي مع الحكم في حال لو الحكم كان ضدنا بشكل غير منطقي؟ مره دي كيروش يضحي بنفسه فيطرد، مره يتفق مع كابتن شوقي يخش انت يا ابو الكباتن عشان ما طردش انا المره، يعني ليه نضطر لحاجه زي كده وليه متكرره قوي اخطاء التحكيم ده؟ لو افترضنا ان هي اخطاء مش عايز اقول سوء نيه، مش عايز اقول ان ليها حسابات تانية، ولا قد يكون ليها، لا قد يكون فيها سوء نيه، قد يكون لان تكرار واستدامه هذا الامر سيناريو النهائي الافريقي يعني سوء نيه كان موجود بشكل واضح كده. طب وبعدين بقى واخرتها ايه؟ هو بنعاني حتى الاهلي والانديه اللي بتشارك في بطولتي افريقيا بيعانوا من التحكيم الافريقي ده ادارنا. الحل ان انا اركز في الملعب بشكل عالي جدا وان انا احط الفرقه اللي قدامي تحت ضغط التهديف المبكر والتهديف المامون، يعني ما اكتفيش بهدف لا احط الثاني وانهي السيناريو اللي ممكن يكون مش جيد للتحكيم، وده كفيل ممكن ان هو يحجم الحكم في حال الشك الى حد ما، الى حد ان هو الحكم برضه مش هيحط نفسه تحت المقصله، يعني لو يعني جه عليك اللي عمله امبارح ما حط ولا في الماتش اللي فات ما حطش من خلاله نفسه تحت المقصره، يعني كميه اللامنطق اللي كان بيطرطشها على الاقل في الشوط الاول بس بالظبط، يعني هو يعني فاولات كتير جدا قوي قوي في المنطقه الحساسه جدا اللي هي خارج منطقه الجزاء يعني مبالغ فيها، فيعني هنقول ايه؟ ما هو ده قدرنا مع التحكيم الافريقي نجيب تحكيم اوروبي يعني عشان يشتغل في افريقيا، يعني ده قدرنا. فانا بقول يعني حل ده المساواه في الظلم عدل، ده رجع في كلامه في الانذار الثاني عشان ما يتكررش بالظبط. طب وده طبيعي ده مش ممكن يعني ده بقى باينه قوي يعني مش عايزين نخش في تفاصيل بلاش لان هي في تفاصيل محرجه شويه يعني بس هلمح كده ان يعني افريقيا السمراء متحمسه نفسها اكثر من الشمال الافريقي، دي قضيه قديمه. بص يا مستر سامي يعني هو فعلا الحديث مطول تحديدا في هذه النقطه، فانا رايي فعلا خلينا لا نتطرق ليها.